طلاب السادس لعلم الأبطال، حبايبي الغالين، أتمنى المعنويات عالية وثقوا إنه هاي المراجعة المركزة كلش كافية حتى للطالب اللي ما قاري التكامل أبد، بس كون يفهم وياي ويعتمد شوية على نفسه ويحل الواجبات اللي موجودة هنا. حبايبي الغالين، اليوم اختاريت لكم مجموعة من الأسئلة المهمة واللي جاية بالامتحان الوزاري، وهي تعتبر تكاملات محددة بصراحة، لأن احنا بالفيديو اللي سبق شرحنا لكم التكامل المحدد. فاليوم المشكلة اللي دا تصير عندنا هو انه اكو مجهول في حد التكامل، ومثل ما جاي يشوفون هاي الاي مخلي ليها هنا ودا يقول لي اريد قيمة الاي، يعني بهذا السؤال هو دا يريد مني قيمة الاي. انتو بالبداية ابد لا تهتمون للمجهول اللي طلبه، انت دائما خلي مهمتك الاساسية والرئيسية هي انه انت تقدر تكامل الدالة، ومثل ما جاي يشوف الدالة جذرية فأني مباشرة حولتها إلى دالة أسية، واللي خلاني أحولها مباشرة إلى دالة أسية هو هاي الإكس اللي خارج القوس. عرفت إنه هي راح تمثل مشتقل داخل القوس، فقلت لها يابا ما دام هيك الحكي إذا أني راح أحول الجذر مباشرة إلى صيغة أسية. بالنسبة للثلاثة اللي أنتوا هسه مستغربين ليش ما كتبتها هنا، راح أخليها خارج التكامل. هسه انت عندك دالة مرفوعة الى اس مثل ما جاي يشوف، والدالة المرفوعة الى اس احنا نقدر نكاملها ولكن بشرط، الشرط ان تكون مشتقة داخل القوس موجودة. طيب ايش قد مشتقة داخل القوس؟ 2x. ايش عندك انت هنا؟ عندنا بس اكس. ايش قد محتاجين؟ محتاجين 2، وراح نقول 2 على 2، لان تعرفون احنا ممنوع نجيب رقم من كيفنا، لازم 2 على 2، 3 على 3، بس هاي الاثنين على اثنين راح اخليها برا باعتبارها هي هم زايده. اذا صارت موجوده مشتقه داخل القوس فنهملها ونروح نكامل، بس التكامل طبعا راح يكون الاس الداله، يعني راح تصير 3 على 2 على 3 على 2. هاي شلون ايش صارت؟ لانه اني كاملت الاس، ولما نكامل الاس انتم تعرفون انه احنا راح نضيف للاس واحد ونقسم على الاس الجديد، وهاي الاربعه وهاي الاي وهاي يساوي لنا صفر. 3 على 2 مع 3 على 2 اجت عدله بصراحه، فراح ارجع الباقي الى داله جذريه، جذر تربيعي، قوس تكعيبي، اكس تربيع زائد 9، وحدود التكامل لحد هسه ما معوض هناني، هاي الاربعه وهاي الاي يساوي لنا صفر. ابلش بالتعويض، اعوض بالبدايه الحد الاعلى، 4 لما اعوضها هنا راح تصير 16، 16 زائد 9 25 تكعيب ناقص، اجي اعوض الاي. اي لما نعوضها هنا راح تصير اي تربيع زائد 9 الكل تكعيب يساوي نصف. هسه حبايبي ال 25 راح اطلعها من الجذر 5، تمام، بس تكعيب طبعا، والجذر هذا حنقله للصفحه الثانيه على مود شنو؟ اقدر اربع الطرفين بعدها او اكعب الطرفين حسب، تمام؟ بعدها راح نربع الطرفين لان الجذر تربيعي. هسه واحد يقول لي نربع الطرفين ومنها باقي 5 تكعيب، اي نعم، هنا منا ربعوا الطرفين راح يصير 5 تكعيب الكل تربيع، منا ربعوا هالطرف يصير اي تربيع زائد 9 الكل تكعيب، تمام. هاي ايش راح اسوي هنا؟ التربيع راح انزلها واصعد التكعيب فوق، لان عند الرفع تضرب الاسس، فعادي ابدل مكاناتهم. زين استاذ ليش بدلت مكانهم اصلا؟ على مود يصيرون الاسس اثنينهم تكعيب. زين ليش اصلا؟ حتى اخذ الجذر التكعيبي للطرفين، فراح يبقى منا 5 تربيع اللي هي 25، ومنا اي تربيع زائد 9. قلها منا راح تصير اي تربيع يساوي 16، لان راح نطرحهم، اذا موجب سالب 4 قيمه الاي. طبعا ما اهمل ولا قيمه حبايبي الغاليين، ولا تنسون ذن سؤالين جات بالامتحان الوزاري اثنينهم نفس الفكره، فاطمئن ما راح نخلي سؤال ورانا حتى لو جاي نسمي الفيديو مراجعه مركزه. سؤال اخر جاي سنه 98 بالامتحان الوزاري، مخلي لي ايضا مجهول بحد التكامل، بس هالمره مخليه فوق، قلت له ما يهمنا فوق ولا جوا. طيب راح ابدي اكامل، الحمد لله الداله هنا تتكامل لان داله اعتياديه، فراح ادخل للحد الاول اكامل اكس تربيع على 2، والحد الثاني راح يصير اكس تكعيب على 3، وطبعا هنا راح يصير عندنا اي وسالب 1 يساوي سالب 9 على اليمن على 4. بعدين راح اعوض، من اعوض الاي راح تصير عفوا هنا اي اكس تكعيب لما نكاملها تصير اكس اس 4 على 4. هاني غلطت هنا، فواحد على كيفه لازم. اذا الاي من اعوضها يصير اي تربيع على 2،
ولما نعوضها هنا حتصير اي اس 4 على 4، هاي عوضت الاي. هسه النوب اعوض بالسالب 1، سالب 1 تربيع 1 على 2، سالب 1 اس 4 1 على 4 يساوي سالب 9 على 4. طيب هاي اي تربيع على 2، هاي اي اس 4 على 4، هنا نص، هذا نص، انقص من عنده ربع يبقى من عنده ربع. تريد واحد مقامات واحد هنا على راحتك. نضرب المعادلة كلها بأربعة حتى نتخلص من الكسر. لما أضرب أربعة هنا تختصر يبقى لنا 2 أي تربيع، هنا راح يبقى لنا أي أس 4، هنا ناقص 1، هنا ناقص 9، لأنه هاي الأربعات راحوا لأن ضربنا في أربعة. نعدلها، هاي سالب أي أس 4 بالبداية موجب 2 أي تربيع، ثاني شيء هاي سالب 9 تيجي منها تصير موجب 9، موجب 9 وناقص 1 موجب 8 يساوي نصف. نضربها كلها بسالب 1 حتى نتخلص من السالب اللي بالبداية، أي أس 4 ناقص 2 أي تربيع ناقص 8 يساوي صفر. بعدها حوايبي راح نحللها بالتجربة من النوع الثاني، أي تربيع بأي تربيع ناقص ناقص موجب 4 ب2. إذا هسه راح نقول أما أي تربيع ناقص 4 يساوي صفر، إذا الأي تربيع يساوي 4 لأن نقلها منها، إذا الأي تساوي موجب أو سالب 2، أو أي تربيع زائدا 2 لا يساوي صفر. هذا مجموع مربعين يهمل لأن ما ينتمي إلى R. خليت لك سؤال هنا واجب عليك جاي بالامتحان الوزاري، وإذا ما عرفته ترى الحل موجود بالفيديو اللي مخلي لك إياه بالوصف اللي هو الشرح المفصل، لأن أنا حال هاي الأسئلة كلها بالشرح المفصل، وتقدر تباوع على اي سؤال انت ما تعرف تحله، اوكي؟ بس بالبدايه حاول وحدك وياه. السؤال الاخر سؤال مهم جدا جاي بالامتحان الوزاري، سؤال من اسئله الكتاب كلش مهم، هالمره المجهول وين مخلي لي اياه بالداله؟ انطيني في الداله مثل ما جاي تشوفونها اسمها اف اكس. حلو حلو. قايل لي انه هاي الداله عندها نهايه صغرى تساوي سالب 5، طالب من عندي اكامل هاي الداله تكامل محدد من 1 إلى 3. بس المشكلة عندنا وين؟ إنه الدالة بيها مجهول، والمجهول هذا لازم نلقاه قبل لا نكامل. تقول لي زين أستاذ شلون نلقى المجهول؟ شوفوا، حتى نلقى المجهول إحنا نحتاج قيمة X وقيمة Y، لأن الـ FX أنتم تعرفونها تمثل الـ Y. زين تقولوا لي أستاذ هاي السالب 5 إيش تعتبر؟ هاي السالب 5 تعتبر الـ Y. تقول لي زين ليش مو الـ X؟ لأنه إحنا ماخذين بالثوابت في موضوع النهايات بالفصل الثالث، انه الثوابت النهايات العظمى والصغرى هي وحده من ثلاثه. لو ينطينا قيمه الاكس، لو ينطينا قيمه الواي، لو ينطينا نقطه. لما ينطيك نقطه اوكي انت ما عندك مشكله وياها لان حتبين عندك النقطه. لما ينطيك قيمه الاكس راح يقول لك هاي الاكس، بس لما ينطيك الواي راح يسمي لك اياها نهايه عظمى ونهايه صغرى. حاكينها قديم، اذا النهايه العظمى او النهايه الصغرى هي قيمه الواي. زين استاذ منين نجيب الاكس اللي وياها؟ بكل بساطه نروح نشتق الداله ونصفر المشتقة ونلقى الاكس من المشتقة الأولى، لأن النهايات العظمى والصغرى الاكس تطلع من المشتقة الأولى. فروحت للدالة راح اشتقها، الاكس تربيع 2x وال2x 2 والكي صفر لأنه ينتمي إلى R. أصفرها راح تصير عندي 2x زائد 2 يساوي صفر. أحلها بالعزل، 2x يساوي سالب 2، x يساوي سالب 1، إذا النقطة سالب 1 بسالب 5. هاي الاكس وهاي الواي اللي هو منطيني إياها. هاي ايش استفاد منها؟ تحقق الدالة، اروح للدالة اعوض بها بسالب 1 واساويها بسالب 5 مثل موضوع النهايات. رحت للدالة راح اعوض بدال الاكس سالب 1، فراح يصير سالب 1 تربيع زائد 2 في سالب 1 زائد الكي يساوي الاف اكس اللي هي سالب 5. تمام؟ هاي راح يصير 1 سالب 2 موجب كي يساوي سالب 5. هاي نطرح ان يصير عندنا سالب 1 زائد كي يساوي سالب 5. وديها من هناك، اذا الكي يطلع لي سالب 4. حبايبي هسه نروح نكامل الداله من 1. ها قبل لا نكاملها راح نقول له يابا الداله اصبحت كالتالي: اكس تربيع زائد 2 اكس ناقص 4، اكس تربيع زائد 2 اكس ناقص 4. هسه نكاملها من 1 ل 3، طبعا اكيد انتم تعرفون تكاملونها، لذلك راح اخليها واجب والنتيجه تطلع 26 على 3. واذا ما عرفتها الفيديو التفصيلي بالوصف تقدر تشوفه. تمام؟ طيب حبايبي الغاليين، عندنا سؤال كلش مهم تكرر هواي بالامتحان الوزاري، وهو السؤال التالي. يقول اذا كان
للمنحني، هذا دالة يسميها هو منحني عادي، نقطة انقلاب. يعني هاي الدالة اللي منطيني اياها عندها نقطة انقلاب. حلو، شنو المطلوب مني؟ قال اريدك تلقى لي القيمة العددية لهذا المقدار. يعني شنو استاذ القيمة العددية؟ يعني يريدني اطلع النتيجة عدد. زين، شلون استاذ انكامل واحنا عندنا مجاهيل البي والاي؟ بس البي والاي هو قال لي عليهم نقطة الانقلاب. تقول لي والله استاذ لا، خلينا نروح نجيب نقطة الانقلاب ونرجع، لان هو هنا قال الدالة عندها نقطة انقلاب اي وبي، والاي والبي مخليهم بالتكامل مجاهيل، اذا نروح نجيب نقطة الانقلاب. طيب، فراح نروح للدالة، اشتق مشتق قوي، لان نقطة الانقلاب تجي من المشتق الثاني، اكس ناقص 3 كل تربيع، مشتق الداخل القوس واحد، الواحد هذا لين حد وحدة فمشتقته صفر. زين، هنا تمام نصفر. حلو، اذا 6 في اكس ناقص 3 يساوي صفر، قسمها على 6، اذا اكس ناقص 3 يساوي صفر، اذا اكس يساوي 3. اعوضها بالدالة الاصلية حتى القى الواي، 3 ناقص 3 هاي هنا بالدالة، الكل تكعيب زائد 1، 3 ناقص 3 صفر زائد 1 يعني 1. اذا نقطة الانقلاب اي بي هي عبارة عن شنو؟ 3 ب 1، الثلاثة هي الاي والواحد هو البي. هسه ارجع له اقول له انت شنو طلبت مني؟ قال اريدك تكامل من صفر البي، قلت له من صفر الواحد، اي اكامل لك منه؟ قال المشتقة الاولى، قلت له ياها المشتقة الاولى عندنا، راح اجيبها واكاملها، بس الثلاثة هاي راح اخليها خارج التكامل. ناقص من صفر الاي، الاي ايش قد؟ 3، اكامل لك منه المشتقة الثانية، قلت له عندي المشتقة الثانية هياته تمام دي اكس، الستة راح اخليها خارج التكامل. ان كامل 3 تنزل، هذا القوس راح يصير تكعيب على 3، لان دالة مرفوعة الى اس ومشتقتها موجودة، طبعا ذولي نعوض بهم بالواحد والصفر. هاي القوس هم دالة مرفوعة الى اس نعتبره، مشتق الداخل القوس موجودة كامل، نحسبهم بالثلاثة والصفر، وطبعا هنا نختصر، هنا نختصر بها 3. لما نعوض بالواحد راح يصير 1 ناقص 3 سالب 2 تكعيب سالب 8، ولما نعوض بالصفر راح يصير 0 ناقص 3 ناقص 3 تكعيب سالب 27. هذول خلصوا، هنا بقت عندنا 3. لما نعوض بالثلاثة، 3 ناقص 3 0 تربيع 0، 0 ناقص 3 ناقص 3 تربيع 9، يعني سالب 8 زائد 27، لأن هاي سالب في السالب، سالب 3 في سالب 9 أيضا 27، 27 و 27 54، ناقص 8 46. عندنا سؤال أخير تحملوه شوية، اليوم فيديو طويل، بس والله هذا الفيديو غير أساتي ذا يسوونه ساعة، هاي الأسئلة اللي أنا يعني حليتها لكم بربع ساعة، ماشي؟ حبايبي هذا السؤال كلش مهم، كلش مهم، وكل هاي الأسئلة ممكن تجيك السنة بالامتحان الوزاري. منطيك دالة اسمها اف اكس، قايل لك عليها انه هي دالة مستمرة على هاي الفترة اللي هي سالب 2 ب 6. حلو حلو. قايل لك انه التكامل من 1 ل 6 لهاي الدالة، منطيك الناتج ماله 6، قلت له زين يمه تكاملت الاف اكس؟ قال مالك شغل، احنا كاملناها وحسبنا التكامل من 1 ل 6 طلع 6. وكان التكامل من سالب 2 ل 6 لمن؟ للدالة اف اكس زائد 3 يساوي 32. طلب من عندي تكامل، حتى ما ادوخك احنا راح نبدي بهذا التكامل اللي هو من سالب 2 ل 6، راح نوزع التكامل مره للاف اكس، هسه افهمك، واوزع التكامل مره لمن؟ للثلاثه. حلو، ايش يساوي ان هذا كله 32؟ هنا احنا لازم نلقى هاي التكامل من سالب 2 للداله اف اكس، لازم نلقاه. زين، فهذا راح نقول له انتظر، هنا الثلاثه احنا نعرف نكاملها تصير 3 اكس تمام، 6 والسالب 2. حلو، هذا قلنا له يابا انت انتظر بعد، السالفه ترى ما محسومه، اعوض بالسته راح يصير 3 في 6 18، بالاثنين او بالسالب 2 يصير سالب 6 يساوي 32. قال ها ما خلصت؟ قلت له بعد والله شويه، من سالب 2 ل 6 دي اكس 12 ناقص ناقص يصير زائد، ينجمعون يصيرون 24، وديهم منك يصيرون 8، لان 32 ناقص 24 8. هسه السؤال صار كلش سهل، الفترة اللي هو انطاني اياها من سالب 2 ل 6، حلو؟ الواحد هذا اللي مخلي لي اياه بحد التكامل يعتبر رقم موجود بنص الفترة، تمام؟ إذا أني هسه
التكامل الكلي اللي هو من سالب 2 ل 6، من سالب 2 ل 6 هذا الكلي يساوي التكامل الاول اللي هو من سالب 2 ل 1، والتكامل الثاني من 1 ل 6. حلو حلو. يعني شلون؟ يعني الكلي اللي هو من سالب 2 ل 6 هو مجموع ذني التكاملات من سالب 2 ل 1 ومن 1 ل 6. زين، الكلي هستونا حصلناه 8، هو ما كان عندنا بس احنا حصلناه، ومن سالب 2 ل 1 هو رايده من عندنا، تمام، ومن 1 ل 6 هو ناطينا اياه من البدايه، اعطينا اياه من البدايه 6، تمام. انقلها لل 6 منا، اذا راح يصير التكامل من سالب 2 ل 1 للداله اف اكس دي اكس تساوي لنا 2. هو هذا. عيد السؤال، واذا ما فهمته راجع الشرح المفصل، راح اخلي لك الفيديو بالوصف.